بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا جعفر بن عون قال: حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء رضي الله عنها متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم، فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صدق سلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. باب من أقسم على أخيه في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. هذه الترجمة هي أول التراجم المتعلقة بالتطوع، المتعلقة بالتطوع، وهي في أن الإنسان إذا كان صائما صوم تطوع، ويعني وطلب منه أخوه أو أن يشاركه في الطعام، فله أن يقطع صيامه وأن يأكل إذا كان في ذلك مصلحة وفيه فائدة. أما إذا كان ما يترتب على ذلك شيء فإنه يستمر في صيامه. وأورد وهذه الترجمة أورد تحتها حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه في قصة زيارة في مؤاخاة الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين سلمان الفارسي، وأنه زاره ودخل وجد أم الدرداء متبذلة، يعني أنها لابست ثياب البذلة التي هي المهنة. فجاء أبو الدرداء يعني وكان غائبا يعني خارج البيت، فصنع له طعاما فقدمه له، فلما قدم له أراد أن الضيف الذي هو سلمان يأكل وهو صائم، فقال له سلمان: أفطر. قال: كل. قال: ما أنا بآكل لأنه صائم. فلم يأكل سلمان حتى أكل، وأقسم عليه أن يأكل فأكل. وهذا هو محل الشاهد الترجمة، أنه يفطر إذا كان صوم تطوع. أما صوم الفرض إذا كان عليه قضاء أو صوم نذر، فإن بقاءه على ما هو عليه هذا هو المطلوب، وإنما هذا في التطوع الذي يمكن إذا كان هناك أمر يقتضي الإفطار أفطر، وإذا كان ليس هناك أمر يقتضيه ولم يترتب على ذلك محذور فإنه يبقى على صيامه. والبخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة وأورد هذا الحديث، وليس فيه ذكر القسم، ولكنه جاء في بعض الروايات، يعني ليست في البخاري ولكنها اعتبرها وأدخلها في الترجمة.
ومعتبرا لها ومعتدا بها، وأن هذا الذي حصل في هذا الحديث أنه من قبيل القسم، وإن لم يكن لفظ القسم واضحا في هذه الرواية التي أوردها، ولكن أنه جاء في بعض الروايات التي هي معتبرة عنده وإن لم تكن في الصحيح، فأدخلها في الترجمة معتبرا لها، وإن لم تكن على شرطه وإن لم تكن يعني في كتابه، إلا أنه اعتبرها، فلهذا أدخلها في الترجمة. الحديث قال أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤاخي بين أصحابه، فأخى بين سلمان وأبي الدرداء، وأبو الدرداء من الأنصار وهو في المدينة، وقد أخى بينه وبين سلمان، وفزاره سلمان قد قيل وقد قيل إنه كان أنهم يعني بعد ذلك صار أحدهم في الشام وأحدهم في العراق، فزاره، ولعله يعني معنى ذلك أنه جاء ضيفا له أو زاره من بلد الذي هو فيه، لأنه إذا كان هو في بلد واحد يعني يزوره ويبيت عنده ويترك أهله، يعني هذا يعني قد يكون فيه ما فيه، لكن كونه يكون ضيفا عليه جاء من بلد وزاره وأكرمه وقدم الضيافة له، فلم يأكل سلمان حتى يأكل أبو الدرداء، وأخبر بأنه صائم فأقسم عليه أن يأكل فأكل. معليش، قال جاء تفرق بينهما، الظاهر كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفرق. نعم صح، لكن يمكن أن يكون هذه الزيارة أنه ليس معنى أنه يعني جاء من بيته وجلس عنده واستضافه وبات عنده حتى أصبح، يعني قد يكون أنه يعني في مكان يعني بعيد وأنه جاء لزيارته. نعم. فرأى أم الدرداء متبذلة. نعم متبذلة، لابسة ثياب البذلة، ما عليها لباس زينة. فقال لها ما شأنك؟ قالت نعم أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. نعم أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني معناه أنه مشغول في العبادة، ولهذا لا يحتاج أو لا تحتاج إلى أن يعني تتهيأ له وتستعد له وتلبس لباس الزينة، لأنه مشغول في العبادة ومشغول في الصيام والصلاة، مشغول في صلاة الليل وفي الليل يعني مصليا وفي النهار صائما. نعم. فجاء أبو الدرداء. كلمة أخوك يعني هذا يعني لأن فيه مؤاخاة، يعني تشير إلى المؤاخاة التي بينهما. فيه أنه رأى أم الدرداء، فيكون هذا قبل الحجاب. هو هذا هو الذي يحمل عليه، لا سيما هذا كان في أول أمر المؤاخاة. المؤاخاة كانت في أول أمر. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل. قال صم، يقوله سلمان، قال كل، يقوله سلمان الذي في الضيف لأبو الدرداء، لأنه قدم الطعام له وأراد أن يأكل وحده، فقال سلمان لأبو الدرداء كل، قال إنه صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل. وهذا هو محل الشاهد، لكنه ليس فيه القسم، ولكن فيه اللفظة التي ترجم بها، وهي موجودة في بعض روايات الحديث وليست عنده، فيها ذكر القسم، يعني أنه أقسم أنه لا يأكل إلا إذا أكل، أقسم أنه لا يأكل إلا إذا أكل. نعم. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم، فنام ثم ذهب يقوم فقال نم، فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا. فهذا أيضا فيه أنه كما أنه في النهار صائما فهو في الليل قائما، ولهذا أراد أن يقوم في أول الليل، ولعله كان يطيل صلاة الليل، وأنه يعني يكثر منها، وأنه يبدأ بها
يعني في أول الليل، وقد يحصل منه الاستمرار يعني على ذلك. فقال نم يقوله سلمان لأبي الدرداء، ثم إنه بعد منتصف الليل قال له أراد قام، قال نم حتى جاء آخر الليل، وقال الآن يعني الصلاة، فقام وصليا، يعني أنهم صلوا في السحر وفي آخر الليل. وهذا يعني فيه الرفق يعني بأبي الدرداء، وأنه يصلي من آخر الليل ولا يصلي الليل كله أو يصلي كثيرا منه، وإنما يصلي في آخره. نعم. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، يعني هذه العبادة التي تأتي بها ومن صيام وقيام هذه لله، وهذا حق لله، لكنه لا يحصل منه الانشغال بها عن الحقوق الأخرى، فيأتي بحق الله، ويأتي بحق أهله، ويأتي بحق نفسه، ولا يكون منهمكا في العبادة بحيث يؤثر ذلك على أداء الحقوق الأخرى التي عليه. ثم أيضا يعني جاء في بعض الروايات يعني أيضا: ولزورك الذي يزورك وضيفك يعني له عليك حقا. فبين له رضي الله عنه أنه يأتي بحق الله، ويأتي بحق أهله، ويأتي بحق نفسه، وذلك بأن لا ينهكها ويجيدها فيلحق الضرر بنفسه، ولا يشتغل عن أهله بالعبادة فيفوت عليهم حقوقهم، وإنما عليه أن يؤتي كل ذي حق حقه، عليه أن يؤتي كل ذي حق حقه. نعم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. يعني جاء أبو الدرداء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره بما قاله سلمان، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان، يعني صدق سلمان، يعني وهذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني في كون الإنسان يؤتي كل ذي حق حقه، وأنه يعني لا يشق على نفسه ويأتي بأعمال تشغله عن أداء الواجبات الأخرى التي عليه. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار، هو الملقب بن دار، وهو من صغار شيوخ البخاري، وكانت وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، لأن البخاري توفي سنة 256، ومحمد بن بشار هذا توفي سنة 252، توفي في هذه السنة، فهو من صغار شيوخه، ومثله محمد المثنى الملقب الزمن المكنى بأبي موسى، وكذلك يعقوب بن إبراهيم الدورقي، فإن هؤلاء الثلاثة من صغار شيوخه، وماتوا في سنة واحدة، وهي سنة 252. نعم. عن جعفر بن عون. نعم. عن أبي العميس، وهو عتبة بن عبد الله المسعودي. عبد الله المسعودي. نعم. عن عون بن أبي جحيفة. نعم. عن أبيه. عن أبيه أبي جحيفة، وهو وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: باب صوم شعبان. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. ثم ذكر باب صوم شعبان، يعني هذا من الأبواب المتعلقة بصلاة التطوع، وهو صيام شعبان. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان، كان يكثر
من الصيام في شعبان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا يكثر الصيام حتى يقال لا يفطر، وأحيانا يعني لا يصوم ويبقى مفطرا حتى يقال إنه يستكمل الشهر غير صائم، يستكمل الشهر غير صائم. ولم يكن، وكان أكثر ما يكون صلى الله عليه وسلم يعني يصوم في شعبان، أكثر ما يكون في شعبان، ولم يستكمل شهرا كاملا إلا رمضان، لم يصوم شهرا كاملا إلا رمضان. وأما بالنسبة للنوافل فأكثر ما يكون صيامه في شعبان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقيل في يعني وجاء في يعني في 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 بيان وجه ذلك أنه شهر يغفل عنه الناس، يعني بين رجب ورمضان كان يغفل عنه الناس. وأيضا يعني كان يعني يكون يعني عليه بعض الأشياء التي كان يحافظ عليها ويداوم عليها، فيعني يجد أن هذه يعني هذا الشهر يأتي به يعني بصيام كثير منه، يعني حتى يعني يأتي بشيء يعوض عن الشيء الذي قد فاته في سفر أو في غيره أو مانع يمنعه من صيامه. فكان وهذا الشهر الذي يسبق رمضان وهو الذي يعني قبل رمضان يتخذه يعني لإكثار الصيام فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا جاء عن عائشة أنها كانت يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان لشغلها برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه يكون مكثرا للصيام في ذلك الشهر، فنساؤه يكثرن ويصمن ما عليهن في ويتطوعن يعني في هذا الشهر الذي هو شهر شعبان. نعم أعد الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر، يعني يصوم من الشهر يعني حتى يقول لا يفطر، مثل شعبان كان يصوم حتى يقول لا يفطر، معناه أنه بكمله وأنه سيأتي إلى نهايته، وكان يفطر حتى نقول لا يصوم. نعم. وحتى كان يفطر حتى نقول لا يصوم، يعني ما أنه يدفع عليه الشهر ويكون مفطرا حتى يقول سيستكمله مفطرا، سيستكمله مفطرا. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يعني يحصل منه هذا وهذا، فأحيانا يحصل منه الاكثار من الإفطار وأحيانا يكثر منه الاكثار من الصيام صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قالت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان. نعم. وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن مالك. نعم. عن أبي النضر وهو سالم المدني. عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. عن عائشة. نعم رضي الله عنه. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثت قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من عملي ما تطيقون، خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى وإذا صلى صلاة داوم عليها. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قالت ما كان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، يعني فإنه يصوم أكثره. وجاء في هذه الرواية حتى أيش أنه كله، فإنه كان يصوم شعبان، فإنه كان يصومه كله، يعني فهذا محمول على أن المقصود به يعني الغالب، يعني كما جاء مبينا في الرواية الأخرى
المتعددة، وأنه لم يستكمل شهرا إلا رمضان. فإذا يعني تفسر هذه الرواية على أن المقصود بها الغالب وليس المقصود بها الإتمام، لأن الروايات التي فيها ذكر الأكثر يعني متعددة، وأيضا تخالف ما جاء عنها في كونه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم، لم يحصل منه أو لم تره يصوم شهرا كاملا إلا رمضان، يعني معنى ذلك أنه لا يصوم شعبان كله، أنه لا يصوم شعبان كله وإنما يصوم الكثير منه. وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، يعني أن الإنسان يعمل العمل الذي يطيقه والذي لا يلحق به ضررا ولا يفوت عليه مصالح أخرى، وإنما الشيء الذي يطيقه ويقدر عليه ويستمر عليه ويداوم عليه هذا هو الذي ينبغي له أن يفعله، لأن الإنسان قد يكثر العبادة ثم يحصل منه الملل فيتركها، ولكنه إذا داوم على شيء قليل فإن هذا القليل يكون مستمرا معه ويكون دائما معه، بخلاف الذي ينشط في بعض الأحوال ويكسل في بعض الأحوال، فإن هذا يعني يكون كسله بسبب المبالغة وبسبب زيادة العمل الذي أدى به إلى أن يمل. وأما إذا يعني أتى بشيء قليل وداوم عليه فإن هذا هو الذي هو من أحب العمل إلى الله عز وجل، كما جاء في هذا الحديث أحب العمل إلى الله أدومه، يعني ما داوم عليه صاحبه وإن قل. ويقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه، قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. ثم يعني الله عز وجل يقول يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والمقصود من ذلك المداومة على العمل، لأن من داوم على العمل ولو كان قليلا إذا وفته المنية توافيه وهو على حالة طيبة، توافيه وهو على حالة طيبة، بخلاف الذي ينشط في بعض الأحيان ويكسل في بعض الأحيان، قد توافيه المنية في حال كسله، قد توافيه المنية في حال كسله، لكنه إذا كان يعني يحافظ على عمل ولو كان قليلا ويداوم عليه في أي وقت تأتيه المنية تأتيه وهو على عمل صالح ومستمر على عمل صالح ومداوم على يعني عمل صالح. الحديث قال وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. بعض أهل العلم قال إن هذا يؤخذ منه صفة الملل لله عز وجل، وأن ذلك يعني يثبت كما يليق به كما هو في سائر الصفات، ومنهم من يقول إن معناها يعني لا يمل وإن مللتم، يعني لا يمل حتى ولو مللتم، يعني فإن الله لا يحصل منه الملل، وإنما يعني حتى لو حصل الملل من الناس يملون وهو لا يمل، الناس يملون وهو لا يمل. نعم. وكان وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه، وأحب الصلاة إلى الله ما دوم عليه، يعني الصلاة من النوافل، يعني كل إنسان يداوم على نوافل ويحرص عليها، يعني كالرواتب وك يعني شيء معين يعني في الليل يعني يداوم عليه وغير ذلك من الأشياء التي يعني يستمر عليها، فأحب الصلاة بل يعني أحب العمل كما جاء في الحديث الآخر أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني سواء صلاة أو غير صلاة. نعم. وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها، ومن ذلك الركعتين اللتين كانت فاتته، يعني ركعة الظهر التي كان شغل عن أدائهما ثم قضاهما بعد العصر وداوم عليهما على هاتين الركعتين. نعم.
قال حدثنا معاذ بن فضالة عن هشام عن يحيى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة عن عائشة. نعم. قال حافظ بن حجر قلت ويعارضه ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم. نعم هذا ذكر الحافظ الجواب عن هذا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر في شعبان ولم يأتي عنه الإكثار في رمضان وقال الحافظ نفسه نعم يكثر في شعبان ولم يكثر في محرم وقال الحافظ نفسه لعل هذا إنما يعني أوحي إليه أخيرا يعني في آخر الأمر الذي هو يتعلق في 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 في, في المحرم وأنه كان يكثر في شعبان ولم يكثر مع المحرم مع أنه قال إن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم أو أنه كان يعني في ذلك الوقت يعني ينشغل عنه بأسفار أو بغير ذلك يعني هذا للتوفيق بين ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من قوله في أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم وأنه لم يكن يكثر من يفعل ذلك في المحرم ولكنه يكثر في شعبان. نعم. قال وأجاب النووي عن كونه لم يكثر من الصوم في المحرم مع قوله إن أفضل الصيام ما يقع فيه بأنه يحتمل أن يكون ما علم ذلك إلا في آخر عمره فلم يتمكن من كثرة الصوم في المحرم أو اتفق له فيه من الأعذار بالسفر والمرض مثلا ما منعه من كثرة الصوم فيه. يعني لكن بالنسبة للمسلمين الأفضل محرم. نعم لا شك أنه يعني يأتون بهذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأيضا يعني يفعلون في شعبان اقتدام به صلى الله عليه وسلم هذا أخذا بقوله وهذا أخذا بفعله. قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإفطاره. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. ثم ذكر هذا الحديث باب ما يذكر من صيام النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره يعني ما يحصل منه في التطوع يعني من الصيام والإفطار وأنه أحيانا يكثر الصيام حتى يقال لا يفطر وأحيانا يكثر الإفطار حتى يقال لا يصوم حتى يقال لا يصوم وأنه ليس يعني ثابتا على شيء معين يعني الذي هو مداومة الصيام ولا مداومة الإفطار وإنما يحصل منه هذا وهذا فيكثر من الصيام يعني أحيانا ويكثر من الإفطار أحيانا فهذا شأنه وهذا هديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الحديث عن ابن عباس قال ما صام صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان وهذا مثل ما جاء في حديث عائشة وكذلك الذي بعده كل الذي جاء في الحديث هو جاء في حديث عائشة. نعم لكن هنا قالت كان يصوم شعبان كله. نعم كلها ما أجبنا عليها قلنا أن مقصود بها أكثر هذا في حديث عائشة. نعم كان كله يعني أكثر يحمل على أكثر لوجود رواية الأكثر ولوجود النصوص المتعددة عن عائشة وغيرها في أنه لم يستكمل شهرا كاملا إلا رمضان. قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن أبي بشر وهو جعفر بن إياس بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا
وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أنس بابه نفس الباب نفس ذكر حديث أنس وهو يعني مثل الذي قبله يعني في أنك أنه كان يعني يصوم من الشهر حتى يقال لا يفطر وأنه يفطر حتى يقال لا يصوم وأنك يعني كذلك في الليل لا ترى تشاء أن تراه يعني إلا رأيته يعني مصليا أو نائما وذلك أنه كان يصلي من أول الليل ويصلي من وسط الليل ويصلي من آخر الليل فهو عليه الصلاة والسلام يحصل منه هذا وهذا ولكنه انتهى أمره في الآخر إلى أن صلاته تكون في آخر الليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعنى ذلك أنه لم يكن يعني يصلي الليل كله ولا يصوم يعني الأشهر ويصوم الدهر وإنما يصوم ويفطر ويصلي وينام كما جاء في الحديث الذي فيه الثلاثة الذين يعني عزموا على أنهم يعني يجتهدون في العبادة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أخشاكم لله وأتقاكم له أما أني أصوم وأفطر وأصلي وأنام فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا وقال سليمان هو بن حيان أبو الخاد الأحمر هو سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر نعم. وقال سليمان يعني جاء في يعني في يعني سيأتي يعني بعد هذا ذكره في إسناد نعم أبو خالد نعم. قال حدثني محمد قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال أخبرنا حميد قال سألت أنسا رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر في آخر الحديث السابق قال وقال سليمان أن أنس أن 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 عن حميد أنه سأل, عن حميد أنه سأل أنسا يعني وأن هذا جواب على سؤال من حميد. فذكر في آخر الحديث اللي قبله يعني هذه الجملة المعلقة التي فيها وقال سليمان ثم إنه أسند الحديث الذي فيه السؤال عقبه. فذكر سليمان بن حيان في اللفظ الذي ذكره عقب الحديث باسمه وذكره بالإسناد بلقبه بكنيته ولقبه فقال أبو خالد الأحمر واسمه سليمان بن حيان. فإذا ذكر سليمان في آخر قبل إيراد الحديث ذكره باسمه وفي نفس الإسناد في الحديث الذي ساقه وساق إسناده ذكره بكنيته. قال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته يعني هذا مثل هذا مثل الذي تقدم يعني في حديث عائشة وحديث أنس يعني هذا الكلام هو نفسه حديث عائشة وحديث ابن عباس وهذا حديث ابن عباس يعني هذه الجملة الأولى أو الجملتين الأوليين فيه هي متفقة مع ما جاء في حديث عائشة وحديث أنس. وإيش بعدين ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله
صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من 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 الصفات، صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية التي يعني ذكرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لا ذكرها ابن عباس أو أنس هنا أنس التي ذكرها أنس، لأن ابن عباس قبل هذا يعني قال ما مسست حريرا ولا خزة أليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يعني في لين الملمس وطيب الرائحة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثني محمد، محمد هو بن سلام، عن أبي خالد الأحمر عن حميد عن أنس. قال رحمه الله تعالى: باب حق الضيف في الصوم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الحديث، يعني إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت: وما صوم داود؟ قال: نصف الدهر. ثم قال: باب حق الضيف في الصوم. باب حق الضيف في الصوم، يعني أن 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 الصائم يعني يراعي يعني حالة يعني ضيفانه بأنه يشاركهم بالأكل ولا يصوم ويصوم ويطعمهم وهو صائم، وإنما يعني يصوم يفطر ويؤنس الضيف بمؤاكلته وبأكل الطعام معه، ولا يكثر العبادة وينشغل بها عن إكرام الضيوف. وذكر حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما وقال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني إن لزورك عليك حقا. نعم، إن زورك يعني الزائر، زورك نعم، زورك يعني جمع زائر، مثل ركب وراكب، راكب وركب، فالزور هنا المقصود به الزائر، يعني سواء كان واحدا أو أكثر، سواء كان واحدا أو أكثر. إن لزورك عليك حقا يعني معناه أنك لا تطيل الصيام وتكثر الصيام وتنشغل عن إكرام الضيوف وتنشغل عن إعطاء الأهل حقوقهم، يعني مثل ما مر في الحديث السابق: أعطي كل ذي حق حقه، إن لأهلك عليك حقا ولجسمك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وإذا اشتغل بالصوم ولم يحصل منه يعني إيناس الضيوف وإطعامهم وارتياحهم لزيارته وكونهم يكونون ضيوفا عنده، إذا عرفوا أنه يعني لا يأكل معهم، فإنهم لا يتجهون إلى أن يكون ضيوفا عنده، لأنه يعني سيأكلون وحدهم، وهذه غير لائقة وغير مناسبة في حق صاحب المكان أنه يقدم الضيافة للضيف ولا يأكل معه. إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا. فقلت: وما صوم داود؟ فقال: نصف الدهر. قلت: وما صوم داود؟ قال: نصف الدهر، يعني يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا نصف الدهر، يعني يكون يصوم يوما ويفطر يوما، يعني هذا نصف الدهر. قال حدثنا إسحاق، إسحاق بن راهوية، عن هارون بن إسماعيل، عن علي، علي بن مبارك، عن يحيى، عمن؟ عن أبي سلمة، يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال رحمه الله تعالى: باب حق الجسم في الصوم. قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير
قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال باب حق الجسم بالصوم. في الصوم يعني أنه لا يصوم ويكثر الصيام حتى ينهك جسمه وحتى يعني يلحق الضرر بجسمه، وإنما عليه أن يصوم الصوم الذي لا يترتب عليه مضرة لا لجسمه ولا لضيوفه ولا لأهله، وإنما يعني يصوم ويفطر يعني حتى يحصل فيه القوة ويحصل فيه النشاط، وحتى أيضا يتمكن من العبادات الأخرى، لأن إكثار الصوم قد يضعف يعني الحقوق الأخرى التي تجب عليه والتي تكون يعني مطلوبة منه، فيعطي كل ذي حق حقه كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال إيش الأول حديث؟ قال دخل قال لي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل. وقد جاء في بعض الأحاديث الروايات أن الذي أخبر أبوه عمرو بن العاص قال ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال بلى. قال فلا تفعل، صم وأفطر فلا تفعل، يعني هذا الذي هو الاستمرار على الصيام دائما وقيام الليل دائما كله، وإنما يعني صم وأفطر وصلي ونم، وهذا هو الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم كما أشرت إليه في الحديث. قال أما إني أشقاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا، يعني هذا الجسم والعين هي تتعلق بالجسم وتعلق بالترجمة، وذكر يعني أو عطف العين على الجسم من عطف الخاص على العام لأنها من الجسم، وإنما يعني ذكر ونص عليها يعني يحصل لها الضعف بكثرة السهر وعدم النوم، وكذلك يعني حصول الصيام الدائم، فإن ذلك يؤثر على الجسم كله ويؤثر على العين، فذكر العين هنا بعد الجسم هي من عطف الخاص على العام. فإن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام. يعني ذكر الجسم وذكر الأهل الزوجة وذكر الزائر والضيف، ثم قال وإنما بحسبك، يعني يكفيك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، واليوم عن 10 أيام، والحسنة بعشر أمثالها، وذلك كصيام الدهر. يعني هذا الفعل يعني أنها يعني 3 أيام في العمل، ولكنها شهر كامل بالجزاء والثواب، مثل ما جاء في قصة فرض الصلاة وأنها فرض 50 ثم انتهت إلى 5 ثم صارت 5 في العمل و50 في الأجر، والحسنة بعشر أمثاله فكذلك هنا إذا صام 3 أيام من كل شهر واليوم الواحد عن 10
عن 10 أيام فإنه يكون إذا صام 3 أيام صام يعني كأنه صام الشهر كله، فكذلك السنة يكون كأنه صامها. وعلى هذا يكون الإنسان إذا صام هذه 3 أيام محافظ عليها وداوم عليها فإنه يحصل بذلك أنه يعني صام الدهر، يعني بمعنى حصل أجر صيام الدهر وإن لم يكن صام بالفعل، ولكن من حيث الأجر والثواب يحصل يعني أجر صيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها. قال فإن ذلك بحسبك يعني حسبك يكفيك، حسب بمعنى كافي. مثل بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه مسلم، يعني يكفيه من الشر هذا الشر الذي أن يحقر أخاه مسلم، فهذا قال بحسبه يعني من الصيام أن يصوم 3 أيام وذلك كصيام الدهر. وقد جاء أيضا ما يدل على أن له أجر صيام الدهر من جهة ثانية في قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، فإذا كان صام 6 من شوال بعد رمضان وصام من كل شهر 3 أيام يكون كأنه صام الدهر مرتين، صام الدهر مرتين، مرة في 6 التي مع رمضان ومرة في 3 الأيام التي تكون من كل شهر. قال فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله، فشددت فشدد علي، يعني أنه كان ندم، ولهذا قال في الأول نعم قال شددت فشدد علي، شددت يعني في السؤال والإلحاح بطلب المزيد، وذلك قاله في الآخر لما كبر وكان يحب أن لا يترك هذا الذي يعني التزمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه وجد المشقة في ذلك ومع ذلك كان يتحامل حتى يحقق هذا الشيء الذي التزمه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فشددت فشدد علي، وكان يتمنى أنه لم يحصل له ذلك وإنما يكتفي بالشيء الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم والذي فيه صيام الدهر من حيث أن الحسنة في 10 أمثالها. قال فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة، قال فصم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا ابن مقاتل محمد بن مقاتل المروزي عن عبد الله ابن المبارك المروزي عن الأوزاعي الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو يعني كنيته مثل تطابق اسم أبيه. عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو العاص. قال رحمه الله تعالى باب صوم الدهر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك، قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أفضل من ذلك. ثم ذكر باب صوم الدهر. باب صوم الدهر، والدهر هو الزمان، الزمان كله هذا هو الدهر. وذكر حديث عبد الله بن عمرو يعني من طريق أخرى، ويعني وفيه ألفاظ يعني فيها أنه كان
يعني حلف على أن يصوم الدهر يعني ما بقي وأنه يعني ما عاش فإنه يستمر على صيام الصيام الصيام أبدا وأنه لا يفطر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني سأله وقال له يعني أنك يعني صم ثلاثة أيام, قال إنه يستطيع أكثر من ذلك, قال صم يعني يوما يومين وأفطر يوما, قال إني يطيع من ذلك, قال صم صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما, قال إني يطيع من ذلك, قال لا أفضل من ذلك. فإذا هذا يدل على أن أقصى شيء أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو صيام يوم ويفطر يوم, وأنه بذلك يكون معادلا لصيام الدهر ويكون مماثلا لصيام نصف الدهر. فهذا هو أقصى ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم, وقال لا يزيد على ذلك, وقال إنه لا أفضل من ذلك, قال إنه لا أفضل من ذلك. أعيد الحديث. قال عبد الله أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. أخبر يعني وقد عرفنا أن الذي أخبره أبوه عمرو بن العاص, فإنه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنه أقسم على أنه يعني يقوم الليل ويصوم النهار ما عاش يعني مدة حياته, مدة حياته يعني يلتزم بصيام النهار وقيام الليل. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. نعم يعني يعني لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم عما حصل منه أخبر بأنه قد قاله, وأن هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عنه أنه حقيقة. نعم. قال فإنك لا تستطيع ذلك. قال بأبي وأنت وأمي يعني أنت مفدي بأبي وأمي, هذا من التفدية وليس من القسم, هذا من التفدية يعني أنت مفدي بأبي وأمي وليس من قبيل القسم, لأن القسم هو الذي أخبر عنه في الأول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت, وأما هذا فإنه من باب التفدية. وكثيرا ما كان يقوله يأتي بهذه الصيغة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما يخاطبونه, وكذلك أيضا عندما يذكرونه عليه الصلاة والسلام يعني يقولون بأبي أنت وأمي أو بأبي هو وأمي, يعني إذا كان حاضرا يخاطبه يقول بأبي أنت وأمي, وإذا كان غائبا يقول بأبي هو وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. نعم. قال فإني أطيق أفضل من ذلك, قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك, قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك, قال صلى الله عليه وآله وسلم لا أفضل من ذلك. يعني ذكر أولا ثلاثة أيام ثم ذكر أنه يصوم يوما ويفطر يومين يعني معناه ثلث الشهر, ثم أنه آخر شيء ذكره له أنه يصوم يوما ويفطر يوما يعني 15 يوم, يعني يصوم من الشهر 15 يوم, وذكر ثلاثة أولا ثم ذكر العشر بعدها ثم ذكر 15 التي هي يعني صيام يوم وإفطار يوم, ثم قال إني أطيق أفضل من ذلك, قال لا أفضل من ذلك, لا أفضل من ذلك. فهذا يدل على أن هذا هو الحد الأعلى الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الذي حدده له وهو نصف صيام الدهر أدرك في آخر الأمر مشقته عليه, فكيف بصيام الدهر كله؟ يعني مع أنه كان حلف على أن يصوم الدهر كله, والرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يزيد على نصف الدهر الذي هو يوم ويفطر يوم, هي 15 يوم من كل شهر, ومع ذلك كان يعني يتمنى أنه قبل الرخصة التي رخص له فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه يود أنه لم يطلب منه المزيد, ولهذا قال
إنه شدد فشدد عليه، يعني شدد على نفسه فشدد عليه بأن حقق له يعني شيئا مما يريد، أدرك يعني مضرته وأدرك عدم قدرته عليه في آخر أمره رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال رحمه الله تعالى: باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج قال سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعر أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لأقوى لذلك. قال: فصم صيام داود عليه الصلاة والسلام. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: لا أدري. كيف ذكر صيام الأبد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. ثم قال: باب حق الأهل في الصوم. في الصوم، يعني ذكر حق الضيف أو الزائر في الصوم، وحق الجسم في الصوم، وحق الأهل في الصوم. يعني أورد هذا الحديث من أجل الاستدلال به على أن لأهله عليه حقا، وقد مر في الحديث السابقة يعني ذكر الأهل كما مر ذكر الجسم وذكر الزائر، ولكنه أفرد أو هذه الترجمة بذكر الأهل، وأورد طريقا من طرق الحديث المشتملة على ذلك. أول الحديث قال بلغ الأول، قال رواه أبو جحيفة عن رواه أبو جحيفة، يشير للحديث الأول الذي سبق أن مر والذي فيه أن الذي أول حديث بين سلمان وأبي الدرداء، بين سلمان وأبي الدرداء أول حديث أورده، هنا أشار إليه إشارة لأنه سبق أن مر ذكره، وهو مشتمل على ذكر الأهل، مشتمل على ذكر الأهل. نعم. قال عن عبد الله بن عمرو: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما يعني يسرد الصوم يعني ولا يفطر، يعني يصوم الدهر ويصلي الليل يعني كله. نعم. فإما أرسل إلي وإما لقيته. نعم. فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا ولنفسك عليك وأهلك عليك حظا. قال: إني لأقوى لذلك. قال: فصم صيام داود. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: لا أدري. كيف ذكر صيام الأبد؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. يعني نعم، هو ذكر أنه لما قال يوم قال أنه يريد أفضل من ذلك، وأنه يريد الزيادة على ذلك، فقال: لا أفضل من ذلك. وذكر يعني الأبد، يعني أنه كان يعني يريد أن يصوم الدهر كله، يعني وهذا هو الذي عزم عليه وحلف عليه كما سبق أن مر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يعني يصوم صيام داود وأن لا يزيد عليه وأن لا يتجاوزه، وبين السبب الذي يكون الذي من أجله يعني لم يوافقه على صيام الدهر، وذلك لأن لكل عليه حق، أهله وضيفه وجسمه. نعم. وش بعده في الآخر؟ قال عطاء: لا أدري. كيف ذكر صيام الأبد؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين. يعني أن معنى أنه ذكر صيام الدهر صيام الأبد، فقال عليه الصلاة: لا صام من صام الأبد. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر، وقال عنه أو عن من فعله: لا صام من صام الأبد. وهذا إما أن يكون خبرا وإما أن يكون دعاء،
فإن كان دعاء فهو أمر خطير، وإن كان خبرا فهو إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر لا يسوغ ولا ينبغي. وانتهى. نعم. والعلماء اختلفوا في صيام الدهر وصيام الأبد، فمنهم من منعه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، ولقوله لا صام من صام الأبد، ومنهم من أجازه وقال إن هذا إنما أراد به الرفق، وأنه لم يكن للتحريم ففعل، فكان فمن الناس من كان يصوم الدهر، وهذا نظير ما سبق أن مر في الوصال، يعني من العلماء من منعه ومنهم من أجازه وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أراد يعني بذلك الرفق، وأن من يعني من قدر عليه فإنه فعله، وقال إن هذا من كراهة التنزيه أو من الشيء الذي ليس محرما وإنما هو مكروه كراهة التنزيه. نعم. قال حدثنا عمرو بن علي هو الفلاس عن أبي عاصم وهو أحد شيوخ البخاري، هو أحد شيوخ أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة لهم تسعة شيوخ، يعني اتفق أصحاب الكتب على الإخراج عنهم، ومنهم عمرو بن علي الفلاس هذا.